وأنا أقول نحن في المملكة العربية السعودية كشعب لدينا قابلية خصبة لعدم قبول الآخر الداخلي والخارجي. لو أردنا أن نعود إلى الوراء 30-40 سنة ونسمع خطابات المسؤولين كلها نيل من الكفار وأهل الكتاب والكفر واليهود، خطب الجمع في المملكة العربية السعودية ما عندنا شغلة غير السب في اليهود والنيل منهم والنصارى. علمونا وتعلمنا في مناهجنا إنه هذول أهل الكتاب أهل الكتاب. تعلمنا أيضا في مناهجنا إنه الشيعة كفرة وإنه الصوفيين ما دينهم ناقص. الشارع السعودي يقول ذلك، المجالس العامة تقول ذلك. أصبحت لدينا كراهية نحن أوجدناها بسبل التعليم. الإعلام ما عنده شغلة غير الصهاينة واليهود والكفر، وقس على ذلك. ونسينا خطورة هذه الآلة الضخمة الإعلامية وتأثيرها على الشعب. لذلك الكراهية يعني أصلناها فينا.